بسم الله الرحمن الرحيم. هي وقفة احتجاجية من مفتشات ومفتشي وحتى تفتيش تربوي زوارة على التنديدا على ما جاء في أحد المنشورات بشأن ما حصل من تقصير في إعلان الشهادة الإعدادية بأن التفتيش هو السبب. نحن لسنا السبب، التفتيش التربوي منذ هو صمام الأمان بالنسبة للعملية التعليمية، ولم يكن في يوم من الأيام حجر عثرة أو غير مهتم أو غير مبالي بمصلحة التلاميذ. ولهذا وقفنا هنا اليوم لرد اعتبارنا وإلغاء التصريحات التي تمت بهذا الخصوص. السلام عليكم ورحمة الله.